بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واقي بقول صدن يسديدات كمدة من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وحين كسو جري أبوابتي نك الصلاة كسو قال ركعو إن صلاة وسو قال حق أداء أهان باب مركير. وبعض النسخ قليين أيان أدعى وكبر الله بينا. باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل غروب الشمس وطلوعها فقد أدركها. حبابي هاي أحد كسو قال صلاة الصبح هي صلاة عصر ركعة كسو قال أنت هنا قرح الصبح مرك لقاها الله الصبح أما قرح أيسا دعين مرك لقاها الله عصرك فقد أدركها صلاة وصوها ليلي انت انا وتكنا يوحد منا والله إيمانية. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو بكر قال قرأت على مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم عن عطاء ابن يسار الهلالي وعن بصر ابن سعيد المدني العابد وعن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز حدثوه جماعة سوحي أشيغن ووقو حدو عليسا وذاتها ضميرك حدثوه أنا وحيو عليسا زيد بن أسلم جماعة أعرج بصر بن سعيد عطاء بن يسار كلهم حدثوا زيد بن أسلم انتو ذاسا مركة أتبي حديثك زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كلا يحول من أدرك ركعة من الصبح صلاة الصبح روحي ركعة كسو قاله انت ينقرح الصبح بألوك إذا وانا عضاه ونسك عضينا إيه قبل أن تطلع الشمس قرح انت الصبح كهر فقد أدرك الصبح صلاة الصبح وسو قاله ركعة داسي أدهاء بيتي لمنين الراعي سو هلك ركعه ادها ايتي لمريدنا راعيس. ومن ادرك روحي صوها ركعه من العصر صلاه عصر روحي كسو قال ركعتنا قبل ان تغرب الشمس انت سنقرح دعين كهر فقد ادرك العصر عصر كوا صوها ليلي عصر كوا قالوا ادو نقنيا ركعه سي ادها صدح لمريد بالراعيس ويقول والله امنيسا وحين كدق انتهي ان الصلاه عصر ودنبا اتكتي وقت غديس اتكتي سيده ان لو جدنا الروايه الحديث كوله هي بعدينيسا روايه عند النساء اصل الحديث كان فقد ادرك الصلاه كلها الا انه يقضي ما فاته الا انه يقضي ما فاته فقد ادرك الصلاه كلها صلاه ودنبو سوها ليلي وبمعنى وحوي وقتك إن أحد عظيم على قصة وقاضية إلا أنه يقضي وحي قذنية ما فات وحي ضافي إن أدحق لي وقتي ما فات وحي ضافي إن تكذو قرح أنت تدعين كه إلا شيء كو ضافي باتشر أه ركعته الضمب إن قرح ذا كهر آتكتو عيال الربي ما صدعين تاسا مركا أضلاء من يساو. رواية عند البخاري فليتم صلاته انت لمن هذا ما يسترو ركعة الظهر اي قرح دون دعين كهر وتكذي موينا وحد ما يسترها وحد من هذا ما يسترو. رواية عند البيهقي فليصلي إليها أخرى ركعة الظهر وتكذي اي وقت قرح دون دعين وليمت تضم بها قدره إذا معروف ما هي الصلاة دون وأد لكن معها إن تبقى بصنع سرق عدة كوبات كلي وحد من روى الله إيمان فليتم صلاته فليصلي إليها أخرى فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. روايات كسر دون وأسكم معنا والحديث يفسر بعضه بعضا. وحدثنا الحسن بن ربيع البجلي قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الرحمن عن يونس ابن يزيد الأيلي
عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ويدن وحيتجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال مسلم حلو وحدثنا أبو الطاهر واسمه أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى كلاهما لبدا أوادات أوهد أبو الطاهر يحرملة عن ابن وهب عبد الله والسياق لفظا شيق دوننا لحرملة وسياق اللفظ لفظا لك حين دون الشيق دون لحرملة لا لأبي الطاهر قال وحوي لمركاسي حرملة أخبرني يونس بن يزد الأيلي عن نشاب الزهري أن عروة بن الزبير عروة حدثه نشاب التبية والرمي عن عائشة وغنى ولحديثك قال له إذن وحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة من أدرك روحي كسو قاري كهالي من العصر سجدة هل سجودة أو لقوض هل ركعة وين إيمان دونتا سجدة أي ركعة عصر كروحي ركعة كسو قاري قبل أن تغرب الشمس قل رحضوا انت يسندعين كهر أو أدرك سجدة من الصبح أما صبح ركعت كسوغارة قبل أن تطلع الشمس انت يقرح صبح فقد أدركها صلاة وسوغارة أداء أداء أهل الأعذار كان لغوضا أهل الأعذار يعني لو جدا سيدة صوابك والسجدة إنما هي الركعة سجود للشيغين ركعت با لغوضا رواية كرابة عضين هي حديثك أبي هريرة غير كيبا وحدثنا عبد بن حميد الحافظ أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم سيدا صاريك إسكوك يحكت بعض النسخنا حديث كان دبي لفظي كان رواية دبي جينيا رواية دبي جينيا أو رواية حديث كعائشة إسكو حريان مركب ما قال واحدين دقان يدنكم سميت بين نايسوما بدنكين وعبد الحميد بابه الرئيب أنا قاعد إنك صحن لأن حال هذا مسلم بتصيص سيدا أنا وأن يلا يبقى صح نور دقان لأنه حديث صهر ما يبقى كوي حاليني عن أبي سلم عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم وليها مركة أيوه سيف النيادة في ريانه طريقان طريق هراء أبي هريرة استبرده حديثك عائشة وإسكو الدوين مركة أنا قال لك سنة طيقه بمثل حديث مالك حديثك مالي وكله الشيغي حديثك مالي وكله أيوه الشيغي عن زيد بن أسلم حديثك مالي قد تصم رئيسي نحوها عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إلى آخره عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رجل كالإسكا وطورة داتر طلب ملا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الهلالي عن أبي هريرة طيب مركة أبي سلمة أي حديث كورنا أبي هريرة كور النبي أبو سلمة وحسين توس ومتابعين متابعة تامة هذه جدتنا من مباشرة عطاء بن يسار يا بصر بن سعيد أعرج لكن نك لا الزهري نك لا الزهري هي هذا هو حيث متابعين يا زيد بن أسلم هذا هو مركز الزهري متابعة ديسة لزيد بن أسلم ومتابعة قاصرة متابعة قاصرة فذكر أي الزهري بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار محي الزهر حديث كيس ماءها عن عطاء بن يسار زور حديث كزاد هيسان وعن ابي سلم عن ابي هريره حديث زيد نمحوها عن عطاء بن يسار ومن تابعه عن ابي هريره زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي هريره طيب مركة زهري وحم متابع زيد متابعة قاصرة عطانا وحم متابع ابو سلمة متابعة تامة ومباشرة مركة حقوق خطأ أيان لو خلط من حقوق قنانة في كتشرة وحدنا الحسن الربيع حتى هذا الضبط يقول وكحجي حديث كوري صام بضع الرفايل المتابعة ومتابعة قاصرة ما متابعة تامة
وحدثنا الحسن الربيع البجلي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قليها مركة حنفية ذا انت نكبح الرواية كان حديث كبيرية عائشة أن السيد عقلين قليها حنفية ذا وحيلين أبو جعفر الطحاوي وذات فقيه ومحدث وحافظ إلا أنه آدب متعصب وياي كثيرا ما يتعصب لمذهب الأحناف نصوص بضن أولا اجتهادا لا تعمدا وتأولا تأول بمركة أسمية مركة الرأي ويجري وماشى الشيء مركة نصوص على عضو بدون إيسان تلمامين ماشان وحكوف فصري من أدرك ركعة من الصبح ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة وحكوف فصري مسائلك حتى وكورا نصوص شكنا أهيد بلوغ السبي وإسلام الكافر وطهر الحيض والنفساء وحلقها الله يحوليه وحاويه المهي يرائي قان قاري صلاة عصر يكدم منته ركعت صبح وركعت كدم منته أما إسلام الطاهر كان نقطة دي قحيط كأما النفاس كطاهر نقطة وي أما قالوا صلى الله عليه وسلم حديث قال الله يا أبو وأنا خطأ خطأ ما يهلي عددك وعديه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر ورواية من حديث أبي هريرة سجلت فصيرية من أدرك ركعة من العصر عصر كروح ركعة كسوجارة قبل أن تغرب الشمس أنت يسقرح الدعين ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس كدب نتكذا وحود لما نقرح دي ورد عليه كدب فلم يفته العصر عصر كما تجين إواها ليلي حديث عام وشغل كل هين هويني حائض وطاهر نقطي قال إسلامي المقام قاري أبو العباس السراج في مسنده كوري رواية داس سقال بقول صدني تضبه وكذلك ابن الأعرابي في معجمه كن شم بقول سقاشني تضبه مرك الرواية عند البيهقين وجرتا وحلقها اللي وحكم عامة لجميع المسلمين سبب كم مركو ركاقت تقي ركعتو اي كاقت تقتي اما وقت وكاقت ضعيفة ينوضن بي اما مركا قانقاد اما مركا اسلام اما مركا طاهر نقو اما هردها كولات تقتو اما الهلمان با لما رب ضنبا غضوب موضا ينا العسر كتو كتي اما الظهر كتو كتي يصح سوسانة سادات كاظو مشكور سامتنا اما هولها علوس قبطوك كلي طيب بركة وحوى حكم لجميع المسلمين والبشرية لو حكم قولوا كاء ما لا يكون ريحين ماها صابك حنفي كوك اللفة يا إني أولا حديثنا مركب نسرع عند باب كان نشيقنا إن شاء الله حدثنا الحسن الربيع حدثنا عبد الله المارك عن معمر ابن الراشد عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن أبي طاووس من كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة روحي كسو قال عصرك ركعة قبل أن تغرب الشمس أنت يسقر أحد الدعين فقد أدرك أي العصر عصر كبسو قال يبالغ وضع ومن أدرك من الفجر ركعة صلاة الفجر روحي ركعة كسو قال قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك أسنواها ليلي وحدثناه وحكى له حديث النوت تبيي عن عبد الله علي بن حماد الباهلي حدثنا معتمر يعني ابن سليمان ابن طرخان التيمي قال سمعت معمرا مركب معتمر بن سليمان يحمى متابعين يا عبد الله ابن المبارك بهذا الاسناد سند كاسق هذا الطومرتين بوكو متابعي معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عباس عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ وضع إذن أحاديث ساسي أين تلماني أين صوم الري وحكوك يعني حنفية إني أولان ومذهب إليهين ومحي حنفية قبار هديئات صلاة الصبح كسو قادة هل ركعت كدبنا ركعت اللي بطاطون لأيمان إن أي قرح السبودو صلاة دورنا وباطلي قبار عصر كبات ركعت كسو قادة هرداء قولت تكتوات أنفريرتي صلاة بعد قشي ركعت من كات كتورتو تيل بعد داوي استأكدت قرحة واهو بطي
عصر كدو وا بول بيلي خدو وا غبتي وادن قضين دونتا مركا سداس اي قبار احاديثن وحي تلمامي سانينك عصر اي فجر اي صلاه كلا وا لميد ركعت كسو غاره انو صادن سو غاره ركعت لبادن لغا دبغين مركا وحي يدا الانسان او غبد بادنا احاديث ثاني أحاديث وحيكها الله أيام روح مركو ربا أن لغول هين إني تكذا كذبنا أما إذن كأسحين مركو ربا سيد حائد ذوك قال إسلامي في آخر اللحظة حلق أدن بيس عصر كان فجر كأدن بيس هوني طاهر نقطي المقان جاري بلغها الله كو أيو واجب كذي وحلق أقلي ويكأسحي لكن ننكي كالي حاوي وحي سبل بو نقني الكاس ايجو لمبري قيبا ايغا كميدا حديثا صريحا انا برنيس قيبا ايغا وحي هذا الحديث هو منسوخ با حديثا سود الليزن عاو الى هبينك قدام بيو دن من ادرك ركعه فقد ادرك وحاصل هو منسوخ ام حلو نسخي احاديث ديديسي ان لا تكدو بعد عند طلوع الشمس وعند غروبها قرحنا مكة الصوف بحيث أما يدعى سين الصلاة ممنوع طاي أحاديث الشيء سيبا ناسخة أحاديث نوا منسوخ حد قل ذي شرط النسخ ومحي شرط النسخ والتعارض وعدم الجمع إن لبدا النص أما لبدا الدليل أي اسكهر يمادان وإزديدان كد من الجمع وايو لسكين وايو أحاديث النهي ووردان عند الجمهور أهل العلم وامحي حلو حنبارة يا صلاة كستون لهين سبب متقدم أو مقارن أما حلو حنبارة يا سنوين كمطلقة محايا لو حاسوغن بعد العصر وعند غروب الشمس صلاة التكدي حاجية باهي أي كانت إيوه ضر أي كانت سيدوك بعد صلاة الصبح وعند طلوع الشمس وعند غروبها أدل بضم باكو تمد مركو حلقو حنباري يا سنة مطلقة روح وأصوك الدون إله إنه يقول له هذا إنصاب كان أوسن جرين كتحية المسجد وكالقصوف إلى آخره صاب كان مقارن هالنقض كالكصوف وكتحية المسجد أم هالنقض صاب متقدمه صلاة أضافه كلاء أم قوة لجمعها يو كلاء هذا نريد ديدان وحل وسنوين كمطلقة لقاها الله يا أحاديثا كالله حنكو حنبارينا ذاتك أهل العذار كها يحلق سواء فريري أم يحلق هاو شعي قبطي تعارضنا مجره وبالتالي نسخ شروط زوحة كما أن يعلم التاريخ إن الأوجية متقدم كي متأخر كمن النصين نسكه رئي كيدا بو إلا كالأوجية سيدكو قاتل إنه الرئي من أدرك ركعة من الصبح إنه الرزيكو قاتل كون ضمبنا نهي أي دنبيين وأسكا ووحدون هل أسكا الشيء قوي هوش مرك التاريخ باللوب بهاي التنافي بين الدليلين باللوب بهاي عدم الجمع باللوب بهاي لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال نسخ اللغة مصوغه بالاحتمال ملم ملين يوحي إلى تاي وحبا على نسخ اللغة مصوغه لأن الأصل في النصوص ومحي والأحكام الإحكام والإتقان الإحكام والإتقان مربى هذا الشيء قال لك أسف له أما صبره كيما أصل وحوي إنه سوغي هاي أون لبدلين أون وحبا لقريب إلى أن دليل عده اللغة والتلمامية إنه دليل كاني منسوخي هاي مركواز كالرأي باطلة لكن يوحى كجراء ومسألك لهم هي من مفهوم الحديث ودليل الخطاب اللي يقان وحى كجراء ننكي صلاة عصر أما صلاة فجر كسو قارة ركعت وحكير أنه لم يدرك الصلاة إذا ركعت بالليل ركعت هذا ركعت وحكير كسو قرده وقتك وحان لين هاي
salaadadu waxay noqonaysaa qaday noqonaysaa qaday noqonaysaa lianna nasku wuxuu sheegay celceliyey man adraka ragcata min alfajr min alcasri qabla an tagruba ashamsu qabla an tadluca ashamsu faqad adraka mafhuum lmukhaalafa ودليل خطابنا اللي يدهدو محوط المامية انت وحكير نكي كسو قاعدة صلاة عصر اما صلاة فجر اما صلاة هكالي صلاة تقضي نقون يسا ادن نقون ميسو فقدنا وقود دقال لما تفاصيل بيلي امام قطو حب الله بيا صلاة وقت قوذين لا شرحه باب اوقات الصلوات الخمس شنت صلاة الوقت قوذين مدول بحلق يقشو ما دام واجب الهي نصير اوياهي وقت يسيح لك وقل أنا وإن لبرته إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا توقيت كاسي وقتي أنت الله إسكله رسول كسنة ومبلغ عنه أيها إن سوكر سيي صحابة إن سوكر سيي مركوا إن سفي عن لو أقاد مسلم نوح حكم ذي هاي أي مضى شنطة وقت مدل بوقت يسا حددي بالدليل الشرعي ماشى الإمام البخاري أوسن هيلين حديث على شرطه أحدد يا وقتك صلاة عصر صدرت المهليس في صحيح البخاري وكم أجره أنصح كتاب بعد كتاب الله حديث سعة وعضينا يا صلاة عصر حلق وقتك يضب الوضوء يحلق ورنم هذا كم أجره أما يا مسلم وصدبرك يا حديث على شرطه بل يا بعضه على شرط البخاري يوكيني وهذا من فوائد على شيخه على شيخ البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد بكوذا حاء قال مسلم حلو حدثنا ابن رمح محمد أخبرنا الليث مركة قتيبي بن رمح اسم التابعية في الليث عن ابن شهاب الزهري عوكل الدواء من حدثنا الليث بن منا أخبرنا انت أصر مسلم كلعي عن ابن شهاب الزهري أن عمر ابن عبد العزيز الأموي أخر العصر شيئا أخر العصر عمر عبد العزيز الأموي الخليفة الراشد نينك الأورنجري مر الغش أي خلفاء أفرطة هذا اللي قد بقي عصلا أي أخر العصر صلاة عصر بودب دقي شيئا حوغا ويردب دقي طيب حلقة وصلاة عصر دب لغا يروي الطبراني بعد سفي معجمه الكبير وحوها أميركي مدينو أميركي مدينو أها حلقة أيضا خليف معها وقبرنطوري قدومية قبل أمام مقالو أها قدومية دقمو أمام قبرنطوري أما يو أها قبل بكاها ومركا مدينو كأمير يحلقوا مرك عبد الملك مروان والدولة مروق صدي يقول كي عبد الملك داري وليد ابن عبد الملك لبضاس مرك يتنين هايين عمر وحكاها مدينة أمير بكاها والي بوغاها أيها حلقة هو حلقة أي ريم مدينة عمر أي بدلين من ريم مدينة ودب عسن ومرد الرهيبان يكدونا ومرد الرهيبان إنك الله الله انت سلتك هايين أما حبس بيكو وارنيين أما برد بيكو لفي بحين جرين أما وي عقل سن جرين أسوى حوء أهرين مدن سيقونو احترام جري بقايا الأنصار والمهاجرين وأبنائهم باتشوغي وأدبو حرمان جري وحي الشيغان الدينين دو كده جيسان جري مركة أركين رين بدين مركة إنو كدب عسان يا عمر نمانك كالي وحي سكود ضيئي إنا يسونا دا كسو عليان وبدع أي ربنا من البلان شديين أي كبد دلال هاوش بها تقول بالله بطي عصر كيبو دب لغي وانا مخالفة لسنة مركوي تعليقية أخر العصر شيئا معانكم العمر القرموخ أمير كأها مدينة حلقي عبد الملك قل لكي سئيه ويلكي سي وليد با قصة أن حلقي وليد بين عيسى رواية طبراني بعضين عيسى كفيرية وكان أمير المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلوات يعني بني أمية وألفات الطبراني الرويديس يعني بني أمية حلي أي رقم كدكتين ريب بني أمية صلاة إني دب لغان صلاة أمد والبائكت كذان آخر الوقت
عصركم مركا قرحدو انتي غودوتو اي بالك سي دغيسي توكن جيرين ظهركم مركو سكارادو نفط قدام بيسي كتوكن جيرين صلاه الفجر سدو كلي صلاه والبا ساسي وغليتين جمعه خطبه انتي بلاوان خليغات بلاوان كهر 6 ساعه يسي كوبو وراق لو دمبال كسو بخاي وزير هبل مد كيم العراق دمبالها لو اقنيه ورقه لو توبين اي خضيبك بيها اسكغ في تسهايو اي وحي تو كان جيرين صلاه دي الجمعه ده عصر مغرب كاكتيس مغرب كاكتيس عصر كمركو دنتو oy qoraxdu geedaha ka hoos marto oo dhaxda marayso hata baalasha qoray dhaafto oy caweer noqotay tukan jireen soo inagi soo kaso sheegane sunna abdu ku soo marayma nimba istaga ziyada dabbi soo magarnaysan xajaaj iyo nimay ilmaadiriin maya mid xajaaj maariin oo ziyad looran jiro meesha haystay khutbaynay iyo xuur waradaalay tani 5 saac badna haysteen khutbooyinka soo mar dhamaadaan bal aan marka aan tukanno noo khudbeeya duurki tag oo casar baa wax yar ka haaray jumca ma jirt bayna tujiye marka asaga lagu soo boodo la dalacay boo ana soo 90 jira oo wax fiican arkin oo iska fadhiyo ya saaxiba rasuulillah ma khalad baan sheegay mise been baan sheegay ma khalad baan sheegay mise wax saxan baan sheegay amirka madiga qabad aslaha allah al-amir qad baqiya min al-asr shay'un انت وداف وي انس امير الله كو هاجيه عصر كو خن با كا هره بل ان توكن جمعه مج ظهر جوج وها لو دغلاي وا مخاي صلاه عصر اما وحن كا غادنا وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلوات يعني بني اميه قضيه دمر كو عمر حلو وخليفه اما وحلو امير كا تاسي وا مثلا طيب فقال له عروه عروة وحكوية عروة بن الزبير أما إن جبريل أما كو أركي عمر وصلاة الدب دقاي أسغانا أدنينك أمير كان أمد تجيني كون مركي أي حل قبطان بخمرة برن هي كبر هي البابها صوحنا يلا أركي إن ما أين من كوري حتى يوقف فجراء ما ظلماء يعني إن أرمها الدين أمد كوه قاميا بالديار وهاي شاسي الديار وهاي هو شاسي أي هرمود كأهاي وليد با وحو دمعي حتى وحي جعل ان لو نسبيو او ان ليده شرعه يطبقها هيا انه وليد هبن ما وليد هبن ما لينيا وليد با خلغيس وحو دمعي كعبده مكو كو دوافا هيو اما او عماش غودن هي اني سقرح قبنين اسق يا حاشيدي سي انت او شقيسي وحا ان قرح اوسن دريمين دد كانو بنانكا اي كو دوافا نرو خوله كعبده وريغيده tenda aan ku qotmiyo oo bir laga sameeyo oo nuxaas iyo mar laga sameeyo hagaajiya dimishq lagu hagaajiyo jamaa tanad inta la leeyahay kacbada oo dhan la qaysay kacbada ka dhala baxaysay inta wareeg oo dhan qarnays tii luqtiyo rabaa inuu ku dhawaafo hoosteeda roob iyo biyo iyo qorax midna aysan taaban dad kalena ay banaanka wareega qubbadi xadiidka ayd ba la soo qaaday waa la soo waday madina la soo gaarsiiyay مدينة الله كان نينا ايمدي مالكية كميدها وارددي مالك اها ومركا قادك اها قادك اها ايشيغ ومالك مالك القرابة هايين ووليبا اسكو شيوخنا هايين ومالك حد اهان كوينا ايا مركا قادك اها ميشا مركا باش والله وضح الله وضع مك مدينة لسمري ريا مدينة رمبا باش كم مظاهرة وحين باش حق الله وضع مسجد كي النبي محمد بأقر كتيبة انت عن كعبة بلا قارب قاضي وحوي وإن لقوا باشا انت عن لقارسينين كعبة وإنت عن لقارسين وإن لقوا بس إذا ضبع وفجور يحد قدب يحول عيار هيو إيا سنة هرقل وقيصر وإن لقوا ريا مدينة ويا عبسدين قاضي بقى دومي هسي ينا المديرتي وصوك حيستي حير ضب إيه كينا ضب وقبتي
muslimiintu inay diidayaan way ugu ogaa midkaas in Cabdulmalik mid waa hadda ma xusuustee kun xusur amir bu surra ay kun faris ay la socdaan wixii ka hor yimaad dhulka la simbo ila ay qutmi zamash qadiga baad ku qabta baash adoomiisina waxay ku faas bay ku bilaabeen digaan digahay ka dhigeen reemid oo dhamma ka arkeen qaadiga oo dhiiraday oo wuxuu dhan nilfa u qaada iyagoon way la qaadeen hal dhumi hal dhaan racay baa laga dhigay teendhada iyo birta iyo qubadda ninkii amiirka iyo dimashqa fadhiyay ee khaliifku u ahaa muslimiinta markaa reer banu umaya hawsha maqlay waraaq buu kusoo joogjoogsaday cuudha qaadiga iyo addoomiisu kulli halay isu xawla hala keeno caasimad dimashqa qaadi cusubna haloo magacaabo madiine intaa ninka aan kala baxay qaaligu waa lugu isaga iyo addoomihiisa waxay tageen dimashqa albaabka waa laga furay ayaga dhowr maalmood yuu albaabka taagnaa rurtu ku sukan lahaa gobolka ugu dhaca laga furi maayo العقاب هي مالك دبو قال انت اسكت تقول مساعدك جامعة اسكت تقول كذي سو مساعدك كنت تقول اسكت فردي وردنا يا زي يحرتي زي يوحو اركنين قال يروق روح سنو مرة حق الضولي مرة حق الضولة يا سرقان سن حور مني كان معوها حالي هو اميركا خليفك المسلمين تا ابتقي وي انتو سوء عبو مساعدك سوء هذا anaguna ku dhici weynay saas ahaa dhaqankaasu ba leeahaa waa ninkan amiirkii ee dalkaba haysta ee aniga iga soo xawilay madiino ee intaasoo maalmood igu hortaagan qoraxda abtigi miyaha iyo soo qabta ulana ii keena 80 jeedal buu ku dhuftay rag hore culimada ahaa niman sahlan maahay 80 jeedal buu ku dhuftay abtigu cararay wax ku dhacdhacay xarunta madaxtooyada isida hooskii buu galay isagoo wada halhaylan sheekhna wuxuu yidhi qaadir wuxuu yidhi intaan la isdilin bal ina keenay uu iska soo noqday wuxuu isba urursaday dimashqa buu ka soo wuxuu ku soo laab soo aaday madiino abtigi markuu u tagay madaxweyne wariyaha sidan kuu galay nin qaadi oo masaajidka fadhiya oo la leeyahay madiino ka yimid yaa sidan ii galay wuu gartay marka soo qabtay buuri marxalatayn laba maalin socod meel loo isagoo maraya ayaa la soo qabtay wadaadkii qaadiga ah madaxweyne baa loo keenay hawshii qubada iyo alaabtiiba uma bixin wuxuu yidhi ninkan abtigay ah iduma rudisu ku fadeexaysay ee xataa aadan qol geynin iyo meel darsa ah maxaad uga dan lahayd markaa aniga saa ii gelaysay xurmadaydii iyo alaabtaydii wax odhan meel kaga dhacday wuxuu yidhi amiir almu'miniin ninkan meel fagaaro bablig oo masjid iyo bayd ilaahay waxaan la soo galay asagoo la karbaash meesha hadduu ka baxana adduunka waxaa geli ana alxuduuda tucatalu cinda amiir almu'miniin xuduudda sharciga lama oogo waan la catila oo la bahdila cinda amiir almu'miniin sumcadda waxuu inay kaa bahdaan diiday saasaan uga shaqeeya abtiga wuxuu yidhi jazaaka allahu khayra allah ku siiyo qaadigu wuu wanaajiyey xooluhu siiyey iska tagbuur muxuu rabaa keliya sumcad xumadaas xad ilaahay buu catilay buu diidan yahay calaa fujuurihi wa dulmihi kuwana maanta markuu meel ay qabso waxay ka bilaabayaan sharca layskuma xukumi karo xad lama oofin karo bal idabdarada iyo gaalnimada halkaasi ka bilaabaya kuwa hore fajaradana waxay ku faatami jireen xad ilaahay baad oofisay wax la isbarbar dhigi kara ma aha ayib faqaala curwatu wuxuu ku yidhi ama in qisadaasoo dheer alqaadi wakiic kitaabkiisa akhbaaru lqudaad buu ku sheegaa halaga fiiriyo hadda ma xusuusta midkaa reer banu umayya midkuu ah ma xusuuste faqaala curwatu wuxuu yidhi ama ina jibriila curwa wuxuu rabaa inuu radiyo cumar bni casiis oo uu ka reebo salaada casir uu bahdilayo ama uu gaabinayo daliila uu daliishado أما كل يقول إن جبريل جبريل عليه الصلاة والسلام ملك جبريل صاحب الوحي قد نزل واسود عرك كيمت نبي محمد بو يمت فصلى واتكذا جبريل أمام رسول الله رسولك لا يهرتي سكت كذا بعض النسخنا إمام أي قرية
مركا إمام حالين نقونيس قد صلى وقت كذي إمام رسول أصوه إمامك النبي محمد أه ومركا إمام نبي محمد با مأموم أه جبريل با إمام وصلاته قامني ابن المالك إشكال نحوي أي كشيغا هدي اللي هذا إمام اللي هذا إشكال نحوي أي كشيغا شواهد التوضيحي سكفرية وأنا قرني سمعي لي إمام رسول الله إضافة محضة نقونيسا مركا وإلا أوله يوليها سو لب ملها صدرت صقع يحافظك وحير رجح يان سيدا صحبة إنا يتهي صلى أمام رسول الله وظرفية داسة فصلى وقت كذا إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هرتي سكوت كذا أما أسوء إمام نبي قواه فقال له عمر بن عبد العزبة وحكوية عروة اعلم ما تقول يا عروة عروة كفر سوحا الليلة أظن رسول أهين والنبي أهين أي هذا أبو دين وحكسه قريس سماها ملك جبريل اعلم ما تقول يا عروة كفر سوء وحد كاسو بحاي فقال وحول هذا وركي هوركو أنفعوا يقدر يسوق مسند أه سمعت بشير ابن أبي مسعود وتابعي الجليل من كبار التابعين حتى عده بعضهم من الصحابة بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري والكيسوي ذكرنا يزان نعم بدو بس حابي بقى وحا متفقة إنه حلق النبي محمد لا شيء نبي قلنا أو أركي أيش قبطي زوجة دائمة وإما ينهدي مركا وحيدة وبس حابي رد بيجي طيب يقول أسوء المرة بشير بن ما يقول أسوء سمعت أبا مسعود أباه أبو مسعود بن مقلي يقول أسوء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل جبريل باسود دقي فأمني إمام بؤيون نغضي صدرت نو يودادها تاغر سنة أمام الديدي أي نزل جبريل فصلى إماما صحا وهيلين روايان دمى فصريس ثم ركتت نزل جبريل فأمني إمام بؤيون نغضي وحي فصريس كلمة هورين أي همزده أي هوس لغانتهاي إن هذه قرتين بنو مالي فصليت معه وأنلت كذي ثم صليت معه وأدنى وأنلت كذي مر لبات ثم صليت معه مر صدحات ثم صليت معه مر أفراد تيشرانة ويصهر مرتين فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه شن صلاوات باشيغان شن وشن صلاوات ظهر بان أهري يحسب أسوء حسابها هي مركة أبو محسوب يحسب بان إيدغان يحسب وأنا صح واللغة صح بأسابعه وحكترنا يعد بيك إيدغانتا يعد خمس صلوات شن صلاة بكتري صليت معه صليت معه وشنتبه شنتبه ولا يمد ما شهور مركة إن جبريل قد نزل في رواية ضمبين مركم عروة حديثك أو حريرنا يي نزل جبريل أهل السير والمغازي وحسكوا وافقين نزول كأنه يهي هبينك النبي قال لدلمي عليه الصلاة والسلام واجي كبر يوم هبينك النبي قال لدلمي يهي واجي كبر يهي بو جبريل سودغي رواية ابن إسحاق في السير باع عديس وكذلك الرواية عبد الرزاق في المصنف أي نوع عديس نزل أي صبيحة ليلة الإسراء والمعراج نبي الزحال اللي قلوسه فردية لين صلاة دي شنطة الله مصر الزاري هدبوا إن لبر نبي قسوه تكن لها معلن كي سبا سود دقي إذن ساسا اسكو قحران تاي أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عزيز عزيز أخر الصلاة يوما سمارت رواية العصر أهيد وي عضيت تنه أخر الصلاة صلاة دبو دقي يوما مالين هل كان يوما توحيد فائدة إزاي مرك قاركود سيدة السنة ويتأين أتو كان جري لكن ما نبو سيد الله يرقون صدي أدب لك صلاة عصر فدخل علي عروة بن زبير بأسوة قال فقيه عالم كما حدثك طيب نين ديرهن إيو إسلام ديرهن بأيوين مركوا وركي سبنانكو يا الله أبينا دوا زبير واتقرنا إسان
ninka laga samray weey ayaydina waa tuma asma tayib zubeyr hooyadiina waa ayadiisa curwaana curwa ayaydii aabu waa tuma safiya bint cabdilmualib tayib فأخبره حوشي أن المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة أي أخر الصلاة يوما ما لين صلاة الدبور لغي وهو بالكوفة شعبة وكوفة شوغة صلاة داس ومغيرة الدبور لغينا صلاة عصر بي آي سيدنا مغيرة بن شعبة مركو كوفة شوغة صلاة ودبور لغي عصرنا أمير بكاءها كوفو ايو امير كاها وحانا صوم عابي معاذ بن ابي سفيان ومركه خليفه المسلمين تاها طيب صلاه العصر ان هي روايه عبد الرزاق في المصنف عبيزي امس المغيره بن شعبه بصلاه العصر وقلبيه وقابيه طيب مغيره مركه وحوم امير كيا كوفو يون امير وغي هاي معاذ بن ابي سفيان ومركه خليفه فدخل عليه وحوصق ابو مسعود الانصاري وحوصق عقبه بن عمرو فقال حول ما هذه ما هذا يا مغيره مغيره محيه الصلاه داني صلاه عسل ساد وقلي سمحيتها اليس قد علمت المواد ونقيل ودقت ايوه وتقرير ان جبريل عليه الصلاه والسلام نزل الى سود وفصلى اوت كذا جبريل بعض من الصلاه صلاه بركيت فصلى رسول الله رسول الله وخد ولت كذا ثم صلى جبريل بات كذي ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال جبريل بهذا امرت او امرت لابد معنى هو صحيح ثم قال جبريل حورنيا بهذا قاب كان اتك صلاه والباء ايا امرت لا إفري هدان جبريل أهي بهذا إن أنصدى يلو أنصا كوبرو وأنا سأوت كتال لا إفري هكذا ودع كرتا بعض النسخ سيدي يقول أيام بهذا أمرت يا رسول الله نبي محمد سيدي أنا أوت كتال إفري إذا مالو كم مرة مالها هذه عروا حوكي أنا النص بنان كيال ومتصل بالأسانيد مع قصته صحابي يرد على صحابي او شوي كلات ساسان الله يفري مرك وحي النبي قال فري بعد كل حتى وي عمر فقال عمر حول عرو كيدي انظر كفر سو ما تحدث يا عرو عرو واحد شيء سي قصه شيكت اي حديث كان كفر سو او ان جبريل ما جبريل با صلى الله عليه وسلم هو اقام لرسول وقت الصلاه ما جبريل با وقتك الصلاة النبي قلتو سيو تصوب براي بس هذا يقدر يدعي ليس أو إن جبريل أو بعض النسخ هو قطع أو إن جبريل هو طيب ما وحالي هذا جبريل با هو أقام الصلاة أقام وقت الصلاة صلاة وقتك قلتو سيو للرسول صلى الله عليه وسلم أوتوصي فقال عروة حول كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن أبيه الدملقي بشير بن ابي مسعود ايا ابيه كتبين جري ابين الرسول كتبيي محاكلو ماشي يلا مال كالو لغ ارصد ما جيرتو اون كا عين ابو مسعود البدري قصدي مسو غارين وان الانصار وبدر قصدنا وحي دعدي قبل الهجره اي دعدي ليله الاسراء والمعراج واي كبريه بي دعدي اذا ومرسل صحابي مركو اوغو فوقي هاي وي هادي كالي نبيغا مر لبات كشيكي وصحابي مقلي وهو الصواب لانه وحنا صوم يريد سمعت رسول الله ام هو مرسل صحابي هو حج على راي جمهور اهل العلم وحكى له باطل اما وحنا لنا هاي نبيغا بعد قصوين كسو علي جري او نبيغا امد فانسين جري الى عائشه نبيغا كورسي سماعا كورسي قصوين دعي قبل ان تولد انت ما دارين كهربا اذا حديث ما لقى مره ما لها قال عروه وحوري رقبه وقاتين معلق معلق ما هو زهري وتورك زهري ومن من مقول الزهري قال الزهري وحوري ودسند كذا مرس زهري ما ورني
زوري عن أن عمر بن عبد العزيز أخر يوما فدخل عليه عروة قسوس قروة نعضي سوكوتشوكا قال زوري حولي قال عروة حولي ولقد حدثتني عائشة حول ربائن قصة نعضي احتجاج كمغيرة بن شعب اللوح جيز تحديث أبي مسعود وكحوجيه شاهد لبالو وكم قال هو يدن وكم قال ولقد حدثني عائشة وحائشة أم زوج النبي نبي حاسك ساهيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان يصلي العصر عصر كأنه تكن جري والشمس قرحضه في حجرة يقول كذا ودعت تنقبعين والشمس هنا وضوء الشمس بالقوضة قرحضه إليس كذي إف كذي نور كذا ودحت أغني هاي قل كنا يقول كعائشة قبل أن تظهر أي قبل أن تخرج هنا قبل أن تظهر الشمس أي تخرج الشمس من الحجرة قل كحجرة عائشة قل عجر عديد اسكاها قل كعديد قاها دربو قرح دواء دافتا مركا دافتانا دربي سدن بيك قلبت بيكو صور دعضا هوس بانا سوق على قلك قل كسيدا عديد قاها قرح دي إليس كي وليها دو قده سهيو معنى ذو حاوي النبي وحوت كذي قرحة الدير هذي رها جابته درب يكون على هاي قل كن قل بلارن ما هو قل عدي وير ويداف دربه هوس ببوحين لها سكين ما ينقرحة وبحتر لهيد جودها قل كجوده يسا يعني استنباط هل كان حديث بوهالي بخاري من طريق عائشة من حديث عائشة عروة عن عائشة وحديث هي صلاة العصر حل جيتها ومشى استنباط كيسير مرك كوفة ما يكون كان صدي حديث قالوا مرك وعد وقت العصر يحل وياه مو سنين على شرطه قبل أن تظهر قبل أن تظهر ظهور كلا إيمان دونا لابد ظهور يسكت قل قبل أن تظهر هنا وقبل أن تخرج قبل أن يخرج ضوء الشمس من الحجرة أنت إليك يفتينك وقرحه أصنك بحين قولك أي النبي قلت كذا عصرك حديثك مرك أنا سرعين ورطة ألفات ده حديثك عائشة مع مركة وحي كجرة مسائل أنت المامين وحدثنا أبوك نبي شيبة قال عفو عمر الناقد قال عمر حول حدثنا صفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي نبي قلت يصلي كيتو كذا العصر عصر كنت كجرة صوبنه والشمس طالعة قرح يأيده كجرت في حجرتي طالعة والشمس قرح دي مقلي سقول كوامح وحقل هيا افتين كذي أيضا هيسا تذكر رمبي هيسا هر لعام ويو هر مجر والشمس طالعة أي قرح دي كجرته في حجرتي قل كي لم يفي أوسنصون نقن ألفي هوسكي بعد هوسكي أروريات أوسنصون نقن ورحمك أرود صباح محيب حيسا هوس أروريات سيوسو سعطوس كأرويات بيعوني ويعوني 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 وحكو بابين قندها له قندها ذو كبابين هوس كأسوان رمانين يقرح ذو جيس كامري حقو أبي حوس قرح ذو دوام مرحيا مرن حقو جرا وحقنا يكاها يسا مرن حقو هوس كدوام مرحيا قرح ذو حقا يكاها وريس قبل أن لم يفئل في يمر قوامح هوس كي حقا جري وسنولي صنقن طيب لم يفي الفيء أي لم يرجع الفيء بعد أسس الله بني طيب كيس حكيس سوس الله بن لها هذا يقولك وين يا هاي معناه صح من النقدة وحكوا عدن البخاري مش ودلي شدوي يعني قولك بعريد يا قل رحمة مركي هل كانت تكتب وانا قابل يقولك وانا عريدي قرح ذي باتوس وقبان يسوع هوس نمر وبحمله واحد مدين ذكر كسران تهاي ومركه أبا باي هوس أروريتك معناه هوس مركه الرياض قوت الماء بيزا وعجزنا يعرو لم يفي أوسنسون نقن أما لم يظهر بالذا لم يظهر لم يفي أما سون نقش هذه هو اللغة أصل كأيد أما ظهور كه دايب أتقوى دي الثمر تأها لم يظهر الفيؤ هوس أوسن موقن بعد أنت كذب وولي قرحه أيها يسوع جذه قل كعائشة طيب وقال أبو بكر وحيدي أو عم ناقد أوسن دهن لم يظهر الفيء بعد
مركا لم يفي وحكوفة سيسي وحكوفة سيرتين لم يثر ألفي بعد رؤوس قولي وصن موقنين. وحددنا حرملة بن يحيى أخبرنا نوح عبد الله أخبرنا يونس عن شاب الزوري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي هاي عائشة هو يد النبي محمد حاس كساء هاي عفوا أنه هو يدنا هاي أخبرته حيوشك عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر نبي عصر كنت كنجري والشمس في حجرتها قرحة وقول كيدي ولي كتير تومركا دير لم يظهر وصن موقن ألفي هوسكي في حجرتها ولي وصن كم وقول كيدي وصن كم موقن. حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال وحيد هذين. حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي والشمس أي وضوء الشمس بعد كقرن زاد والشمس قرحنا واقعة أي كل عصنت كجرته في حجرتي طيب طالعة في حجرتي بتصوم مرتين هنا واقعة بالجيري معاني دوام حي قولك جذيه سا قرح ذي بهاي سا هوسمتشرو صادرت القرح ودير تايوي حديث عائشة روايات كيس مركب انتهى سيكو اجيهين حديث مركب مسائل فربضانه في قيادة يبقى علومنا كقاتان يقيم عقدي أبو كقاتان مسائل كفي قيادة كفربضانه كجره وحاكم ده علومته إنه يقل يجرين دخول العلماء على الأمراء علماء المسلمين تو إنه يؤتق يجرين أمراء ده حقنا أشي يجرين. طيب وأنا صومر فدخل عروته على عمر بين صومر حقنا الله شيوه لغو إنكره خلاطات كالدينية دي كتيران سنة الله فهنسيه بالعادة اللقاء قبطه حق الله شيوه دولان كي قرد رضا يعلق يده ورقنا علمه لها أفارة تتكلم قلو وشي كبري لي مركا أيضا تتك أفارسة قلن فرد راتيبا نقطي وذات فضوط باتهاي نيو دان هذا قبصه شان تدى وقت التكو سلاة الله وحلقا نين كان بدي تكبح دي قلي ملقابا قلي مركا لا بد من احترام الخصوصيات هؤلاء صلقو ترتورا هي وهدان حق اللي سوشيغين غور مو حق عدانا يا احمد وعودي هدي نينك عالم كو عبصدو عام يقول سنكور قمين وحل اسكو هيو متى يتبين الحق نينك عالم واقف في دادو خلق قران اي سعوتي يا سجل اللي قد لي اللي قد بابيه وحالي وذادو وذادي مد عري اي مد قافصدي هي ميت جيت هوستي قالين نقدين اظن حلصوا اللي قارنتاي حلصوا تاغنتاي وحولي هادي نينكا عالمكا او حيل هذا يستو رخصيستو عام يقنا وحل سكوي وصوروا هينين يا جاهل كي حقو قرمو عضانية اذا وان لا يرنم باريرا او دي ردا او نفتي سلاحي كي يبسدا ولذلك بيعلوني ائمته لا يجوز لهم الترخص أما الأنبياء فبالإجماع أنبياء ومبنى أن الرخصة قاتان لابد في حقهم من أخذ العزائم نبي هدي الله قصبه وآكله قبطية بابا اللي كفرت بالله هديك وكان ربحي وإن كنت حمو ورنكر ومبنى أن إلا من أكر أنبياء شغلكم على مسوا قلان إلا من أكر أنك نوت لمدح وهوين وضع سكراتك أما الأنبياء والرسل أبدا لا تجوز لهم التقية والترخص هذيك لو حكائما شبه يفنى كائما الدين تدمسه وحاله واجد ذنبه ورك النبي مقولها وحال غيابة إنه قصبنا إنه أوساك وذي التقية في من جهة الأنبياء هذا كتما ده بطلت الشرائع سادرت والغة ممنوعي ولذلك أئمنا اللي قد ديانا ينا سيدنا أمبنا رأي أحمد سيدا سؤال أئمنا اللي قد ديانا عند الفتن والمحن وحال الرباء إنا يتبر أضيقا عامنا نبات باديا ورأي وقبي وكيك صاحب دي كوكوي إحنا معين كل دقاء اللهم علم الدين كل دقاء اللهم مرك مسائل كوانا يكوك لسعيه المهم من السنة وحاكم الدخول على الأمراء والإنكار عليهم بمخالفة السنن إن لو قالوا أو لو نصيحيه أو سنوين كي كتنتين لغو إنكروا لغو الضفير الظلم قال لغا قبطة حق الله شيئا كمدا وحق لو كجرة الرجوع إلى السنة عند التنازع
xadiidka hadii la isqabto la ismaan dhaafo masale cilmi ah lagu doodo in lagu kala baxo kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa sida hadda curwa uu sameeyey انظر ماذا تحدث يا عروة اعلم ما تحدث معوري أبا أسوالي قد قيسو حدثني بشير النبي مسعود عن أبيه عن رسول الله ميل قيادي عمر وائس ديبي بعد سلو حيدا ما زال عمر يتعلم أوقات الصلاة وأحكامها حتى مات عمر عبد العز مال والبعين والصلاة لحكم كذي وقت كذي كيف لوتك وكبرنا هي من أهل المدينة ومن غيره من العلماء موسى كذب حتى مات مركن خير بضم بوها وحاكل كجرا وفيه الاستثبات فيما يستغرب شيء الغريب صدق ولا ليا بروح أدوش يقول إن لقوه بصدق عمر العزيز واني ربنا وميا وحسو قالوا كو عقلي هي أيوة صلاة عيشني وهلك حمق كل جن وحن بدقان كدكتين marka la yiri war salaada waa badbaad ishe sunnada khaato walla yaabay hadana marka jibriil baa soo dagay oo nabi maxamed salaada baray qaabka loo tagay xilligeedii uu ka sii daray idan wuxuu sameeyay istithbaat inuu hubsado markii loo sugeeyna waa is diibay waxa kale ku jira masalada afraad mise shanada afraad waxa ku jira qabuul khabar alwaahid athabti wa asl min usul ad-din asl min usul ad-din la min asl ad-din أصل الدين هي أصول الدين باك للدوان ما ليس فهم علوال خير إن شاء الله إن روح ننك عالمك أما الراوغة إثقادة مخراتي مرق بقالة ورقو الشيقة لقب الصدو أوح لقود لسوى الدين تكمتا هذيك وحي نوصع عن مجره عروة محيوة واحد من المسلمين عدل ثقة محوري عن بشير عن أبي عن رسول الله لو كلا بعي وقبول خبر الواحد صدرت لا أسقان إنكرين ولا عمر بان إنكرين ولا زهر بان قونسنين كل وحي جوغدا واقاتين وهذا من دين المسلمين خبر الواحد مركل لم يحو جيسان هي زندقة في الدين زندقة بعض أهل الحق رافضة قيبة كمذي بعض المعتزلة قوليها غولاد وذي نوم بالله شيء لكن وهذا وزندقة في الدين طيب خبر الواحد لما أقبل ضد مغشو نبي محمد واحد بها فخبره لا يقبل وركان ننكي إذا عن لنا هاي نبي محمد واحد ما هاي إن نبي كان كسر ربا يا ده ورك ما ضد هني خبر الواحد باتر لا يقبله ماذا يجري وزن دقوي بدار السبق به كوه قشا إسكا إلهي ومن دين المسلمين وحاكم إذا فضيلة عمر العزيز وقبول الحق لا كجرة إن أمير أود دال وضدك كالتور جاي رقي كالتور جاي كمتك أها أما الله متك أها بحق يراي الله شيء إن أرض شيء قاتي واجد دمبنا عروي رقي الله متك أبو صور وزن جري حقنا وحي أن قرم رئيس شيء قد يجري وحي شيء مسائل كان في رمضان ما كجرة عشر قل عاو إنتاس إن شاء الله تعالى كؤري هاي والله سبحانه وتعالى أعلم